لما الرئيس السيسي بيتكلم في افتتاح أي قمة أو أي مناسبة دولية، لازم نشيل من دماغنا خالص إن الكلمة اللي بيلقيها ممكن تكون مجرد إجراء بروتوكولي للترحيب بالحاضرين. لا، الرئيس السيسي لما بيتكلم في مناسبات زي دي دايما بيبقى عملي جدا، وبيحط قدام المشاركين رؤية واضحة وبرامج عمل محددة. وده اللي طرحه الرئيس السيسي النهارده لما اتكلم عن مجموعه من النقاط الحيويه جدا هدفها في النهايه ان تجمع زي الكوميسا يقدر يحقق اهداف اكبر، يقدر يرفع سقف طموحه، يقدر يلبي طموحات شعوب 21 دوله في هذا التجمع. عشان كده كلمه الرئيس النهارده كان فيها رسائل مهمه جدا. الرئيس اتكلم مثلا عن مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيره فيكتوريا باعتباره مشروع طموح، مشروع مهم بيسهل حركة التجارة بين دول الكوميسا. اتكلم كمان الرئيس عن التكامل الاقتصادي بين دول الكوميسا في مجالات البنية التحتية زي النقل والطاقة، الاتصالات، التكنولوجيا. كمان نقطة مهمة جدا ان الرئيس السيسي دعا في كلماته النهاردة دول الكوميسا لتحسين فرص الاستثمار عشان الدول دي تستفيد بالمقاومات الفريدة اللي عندها. وطبعا احنا لما نتكلم عن مقومات الدول الافريقيه احنا بنتكلم عن مواد خام العالم كله بيتسابق عليها، عندنا غابات، زراعه، سياحه، احنا بنتكلم عن سوق كبير من مئات ملايين البشر. طبعا الامكانيات دي لو استغلتها الدول دي صح هيتغير شكل افريقيا تماما. اما عن دور مصر فايضا الرئيس السيسي بينه بوضوح لما اتكلم عن اعداد قائمه بفرص استثماريه واضحه لعرضها على مجتمع الاعمال ومؤسسات التمويل. الرئيس كمان وعد بانه مصر خلال فتره رئاستها هتزود الشراكه بين مجتمع الاعمال المصري وبين مجتمع الاعمال في دول الكوميسا. طبعا رسائل مهمه ورؤيه جاده ومدروسه تخلينا نتاكد انه رئاسه مصر لمجموعه الكوميسا مش هتعدي مرور الكرام، وهنقدر ان شاء الله نسيب كده بصمه واضحه ومهمه في مسيره الكوميسا لصالح كل الدول، كل دول بتاعت تجمع الكوميسا. أعتقد أنه هذه الدورة ستكون دورة فارقة جداً.